في أجسامنا في الفم، تحلل البكتيريا بقايا الطعام داخل الفم مما يجعل الوسط حمضيا، تسبب تسوس الأسنان. في المعدة تفرز غدد جدار المعدة حمض كلور ماء، ينشط الأنزيمات، يساعد في الهضم. الحموض في طعامنا وشرابنا مثل حمض الخل يستخرج من التفاح أو العنب ويستخدم في حفظ الأغذية. حمض الكربون يتكون من المشروبات الغازية، ينتج من إذابة الغاز. انتهى درسنا اليوم، دمتم في صحة وعافية.